أعداد في المنام محيرة لدى الكثير من الناس. رقم 2 وهو بشرى بالنصر والتفوق في كافة مجالات الحياة، ويدل على الصداقة للحالم، كما ذكر في الحديث عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أبو بكر، فكانوا ثاني 2 إذا هم في الغار، فربنا نصرهم على الأعداء. بيدل أيضا رقم 2 على اقتراب موعد الزواج للفتاة العازب سواء بنت أو شاب. بيدل رقم 2 للمرأة المتزوجة على نجاحها في تحمل مسؤولية الأسرة، وبالنسبة لرقم 2 للمرأة الحامل بيدل ليها على مولود ذكر، ويدل لها على قرب موعد الولادة، لأن رقم 2 هو رقم زوجي، وإحنا قلنا أن الأرقام الزوجية في منام المرأة الحامل بيدل على ولد، والأرقام الفردية بتدل على بنت. أيضا رؤية 2 للمديون بيدل على سداد دين.